حلويات عراقية مقرمشة وذهبية هذا الفيديو راح يبدي بعد شوية السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم راح نسوي الداتل العراقي الذهبي المقرمش طريقة سهلة ومضبوطة إن شاء الله جربوا يا ربي يعجبكم وأهم شيء بدون بيض قبل ما نبدي إذا كانت هذه أول مرة تشوفون بها قناتي أتمنى تشتركون بها وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بها فيديو جديد خلونا لايك من إيدكم الكريمة ودعمونا الفيديو هسه نقول بسم الله ونبدي اول خطوه نسويها نبدي نحضر الشيره او القطر وطبعا مقاديرها ثابته وستاندر مقابل كل كوب من المي كوبين يعني من السكر تستخدمون نفس الكوب لقياس كل المكونات الاختلافات البسيطه اللي تكون مرات فقط بالنكهات المضافه حسب نوع الحلى اللي بدنا نسويه هسه ضفت السكر ويا المي راح احركها شويه بعدين اتركها على النار الى ان تغلي بعد ان تبدي المكونات عندنا تغلي راح اضيف ملعقه طعام من عصير الليمون اضافه عصير الليمون جدا مهمه على مود الشيره عندكم ما تشكر هسه راح نخفف النار ونتركها على نار هادئه لمده ربع ساعه على مود تدخن بعد مرور ربع ساعه راح نخليها في وعاء وراح نضيف لها شويه من حبات الهيل وراح نتركها الى ان تبرد تماما وتثخن هذا هو شكلها بعد ان بردت وثخنت لازم تكون ويانا بهالشكل هذا قبل ما نبدي نحضر الداتلي راح ننتقل هسه لتحضير العجينه في قدر ضفت 3 اكواب من الماي استخدمت اني الكوب القياسي راح اضيف عليها ملعقتين طعام من السكر وثلاث ملاعق طعام من الزيت النباتي راح اخذ هسه كل المكونات واخليها على النار الى ان تبدي تغلي بهذه الأثناء راح أبدي أحضر خليط الطحين عندي هنا كوبين ونص من الطحين الأبيض كوبين ونص استخدمت نفس الكوب اللي قست به المي راح أضيف عليها ملعقتين طعام كبار من النشا وأخلط النشا ويا الطحين إذا حبيتوا أيضا تضيفون فانيلا فحسب رغبتكم الوصفة الأصلية ما بيها فانيلا لكن هسه بالجديد يضيفون فانيلا إذا حبيتوا أنتو تضيفون هسه راح نرجع للخليط اللي تركناه على النار بدا عدنا يغلي راح نطفي النار وننزل عليه راسا خليط الطحين والنشا ونبدي نحرك باستخدام ملعقة خشبية إلى أن نوصل مرحلة أنه بعد ما نقدر نحرك الملعقة الخشبية وهي المكونات فبهالحالة هذه راح نستبدلها ونستخدم أما يدة هاون أو إذا عدكم مثلا بالقلاص وتعجنون العجينة لأنه حارة فما نقدر نلزمها بإيدنا تعجنوها بهالشكل هذا إلى أن تتجانس مع بعضها شوفوا لي هسه الطراوه مالت العجينه لازم العجينه مالت الداتلي تكون وياكم طريه صح احنا المقادير مالتنا مضبوطه لكن مرات اكو نوعيات طحين تتطلب تضيفون كميه مي اكثر فاذا صارت وياكم قويه رشه مي بسيطه وعجنوها وتستعدل وياكم قبل ما نبدي نشكل قطع الداتلي راح نتكلم عن قمع التشكيل طبعا هذا دازوليا من بغداد متوفر بسعر جدا مناسب في كل المحلات اللي تبيع الادوات المنزلية مصنوع من القماش والفورمة مادة معدنية اللي هي تنطينا شكل الداتلي طبعا تاخذون كيس الحلواني العادي اللي نستخدمه بتزيين الكريمة وتخلون العجينة بداخله ومن ثم تخلوها في القمع الخاص بتشكيل الداتلي إذا هذا ما متوفر عندكم فأكو هواية طرق يستخدموها لتشكيل الداتلي موجودة بالإنترنت مثلا البطل أو القمع العادي أو تقدرون تستخدمون الكيس الحلواني الخاص بتزيين الكريمة اللي يكون مو بهشكل هذا نايلون وإنما يكون مطاطي أيضا ممكن تستفادون من عنده اختاروا اللي يناسبكم واللي متوفر عندكم خليت هسه العجينة داخل قمع التشكيل وراح نبدي نشكل القطع طبعا طول القطع حسب رغبتكم تحبوها قصيرة كبيرة حسب رغبتكم باستخدام طبعا مقاس خاص بالمطبخ راح نحرر قطع الداتلي من قمع التشكيل ونصفطها بشكل هذا قبل ما نبدي نقليها هاي الطريقة اسهل لكم وتطلع وياكم كل القطع متساوية وما تنخبصون اثناء القلي كماله هسه تشكيل اول وجبه سرح ناخذ قطعه قطعه ونضغط عليها من الاطراف بهالشكل هذا انا مو القطع تشبه اللي نشتريها من السوق وراح نبدي نقليها طبعا القلي لازم يكون في زيت غزير ويكون الزيت حار قبل ما تبدون تنزلون عليه قطع الداتل النار بالبداية تكون كلش عالية لكن أول ما نضيف القطع نخفف النار للوسط وما تحركون الداتلي إلى أن يبدي يطفو على السطح بهالشكل هذا ورا ما تبدي يعني قطع الداتلي عندنا تطفو نبدي نحركها إلى أن تتحمر وتوصل للدرجة ما اللون اللي إحنا نريدها هسه بالنسبة إلي هنا درجة تحمير الداتلي جدا مناسبة ما حبيت أحمره زيادة عن اللزوم بحيث لونه يصير على سواد هسه راح أخلي يمي كاسة الشيرة اللي حضرناها مسبقا وراح أنزل بيها قطع الداتلي مباشرة لازم تخلون الداتلي بالشيرة وهو حار هسه راح نخلي الوجبة الثانية بينما الوجبة الثانية تطفو على سطح الزيت أنا أكون طلعت الوجبة الأولى من الشيرة اسمعوا هسه صوت الداتلي من راح أنزله بالصحن شلون مقرمش يا ويلي يا جماعة والله داتلي ماسوق ما تمنيته قدامكم سهمكم العافية أهم فقرة تنتبهولها من تنزلون قطع الداتلي بالشيرة لتبقوها فترة طويلة مجرد ثواني وارفعوا القطع من الشيرة على مود يبقى وياكم مقرمش ولعدة أيام إذا انتبهتوا فأني مجرد أنه خليت الوجبة الثانية باللطاوة رأسا رجعت لي الوجبة الأولى وطلعتها من الشيرة على مود ما تنقع ويانا القطع وتبقى مقرمشة لعدة أيام هاي الخطوة جدا مهمة كل نصيحه ذكرت لكم اياها بداخل الفيديو هي سر من اسرار نجاح الداطلي قوام الشيره مكوناتها العجينه قوام العجينه طريقه القلي طريقه التسقيط بالشيره هاي كلها مهمه على مود تطلع وياكم الوصفه ناجحه ومضبوطه هسه راح نشوف سوية شكل القطعة من الداخل طبعا مثل ما شفتوا أثناء القلي ما انفجرت علينا وهاي مشكلة تواجه أغلب اللي يسوون داتلي حصلنا هسه على قطع داتلي مستوية من الداخل ومقرمشة من الخارج طعمها وشكلها جدا طيب يا رب تجربوها وتاكلوها بألف عافية هذا كل ما كان عندنا اليوم إذا حبيتوا الفيديو لا تبخلون علي باللايك أشكر دائما متابعتكم وإلى اللقاء